مساء الخير لجميع المشاهدين، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 31 درجة مئوية، الملموسة 29، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، حيث تسجل تبوك 37 إلى 23 درجة مئوية، سكاكا 39 إلى 26، وعلعر 40 إلى 24 درجة مئوية. نذهب غربا نحو المدينة المنورة 44 إلى 30، جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة 41 إلى 27، والطائف زخات رعدية من الأمطار 34 إلى 24 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في أبها 30 إلى 20، أيضا نفس الأجواء والحرارة تقريبا في الباحة، أما جازان 38 إلى 30 درجة مئوية. نذهب شرقا نحو الدمام 46 إلى 37 درجة مئوية، ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في كل من حفر الباطن والإحساء اللي تلامس 50 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31 درجة مئوية في حفر الباطن، أما الإحساء تسجل 49 إلى 33 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء شديدة الحرارة في الرياض 45 إلى 34، بريدة 46 إلى 29، وحائل 41 إلى 26 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.